GFX Academy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نقدر نعمل كيرفات أبستراكت بالإليستريتور، بحيث إن إحنا نقدر ناخدهم إمبورت على الفوتوشوب ونستخدمها في الديزاين اللي إحنا عايزينه. نبدأ بسم الله. نعمل فايل نيو. طبعا نقدر نستخدم السايز اللي إحنا عايزينه. أنا استخدمت الـ A4. الاورينتيشن هيبقى اللاندسكيب اللي هو بالعرض. اول حاجه هنعملها نخلي الفيل نون والستروك زي ما هو. هنستخدم الستروك واحد. لو عايزين نغير الستروك نقدر نغيرها من نروح الويندوز ستروك ونغير الاوبشن زي ما احنا عايزين، بس خلينا نلغيها دلوقتي. دلوقتي هنروح للبين تول. خلينا نطلع البوكس بتاعها كده بره. تمام. محتاجين علشان نعمل الكيرف الابستراكت اللي احنا هنعمله هنعمل 2 باث. اول واحد نعمله باي شكل كده كده هنقدر نغير بعد كده براحتنا زي ما احنا عايزين. نضغط انتر. هنعمل كيرف كمان. الشكل ده كده. هضغط انتر كمان. دلوقتي هنحتاج نعمل سيلكت على الاثنين باث مع بعض. نضغط على كنترول ونضغط على الباث التاني بالطريقة دي. نروح نضغط دبل كليك على البلين تول بالتول بار. نختار ال specified steps والاورينتيشن هيبقى تو باث بالطريقه دي. نضغط اوكي. نروح لقائمه اوبجكت بلند ميك او نضغط على كنترول الت كنترول بي. دلوقتي نضغط بس بار ونشيل السليكشن عن الباث. نضغط على اي باث ساعتها دلوقتي بقى نقدر نغير شكل الباث زي ما احنا عايزين. مثلا هنعملها بالطريقه دي كده. هطول دي بس ان هي عايزاها تطلع برا ما يبقاش في حدود جوه مش ظاهره. هتبقى بالشكل ده كده. دلوقتي بعد ما انتهينا من تظبيط الكيرف ووصلنا لنتيجة احنا راضيين عنها، هنعمل سيلكت على كل الكيرف اللي احنا عملناه، على كل الكيرف ده. ونروح لأداة اللي هي selection tool ونضغط على control C او control X زي ما تحب. انا هاخدها control C. نروح على الفوتوشوب ونضغط control V. هتنزل لنا هنا كسمارت اوبجكت. نقدر نختار بيكسلز باثز او شيب لاير، بس افضل حاجه طبعا سمارت اوبجكت بحيث ان هي ما تتغيرش واحنا سواء بنكبر او بنصغر. نضغط اوكي. تمام كده نظبطها على مقاس الديزاين اللي عندنا بالشكل ده كده. بعد كده نبدا نغير في الافكس بتاعتها زي ما احنا عايزين، على حسب طبعا الديزاين اللي احنا شغالين عليه. انا هنا هقدر اغير الجريدينت، اضيف لها جريدينت اوفرلاي. خليها مثلا اختار كده هتطلع لنا بالشكل ده. طبعا نقدر نغير الافكتات زي ما احنا عايزين. نقدر نعملها دوبليكيت، نغير مكانهم، نشقلبهم، يعني زي ما يجيبك ابداعك. يا رب يكون الدرس بسيط وسهل وقدرتوا تستفيدوا منه. إن شاء الله نشوفكم في دروس جاية. السلام عليكم.